عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب. وصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه في الصحيحين عنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. خارج حديث آخر فيه: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. واختلف أهل العلم في هذا معناه، هذا اللي يدرك الشخص من الصلاة كان هو أول صلاته والله هو آخرها. فالحنفية يرون أنه ذا اللي يدرك هو آخر الصلاة، وعليه أنه لا يقوم ويجهر ويقرأ الفاتحة والسورة، وبه اللي لا له يقضي ذاك الماضي، بهم اللي قاضين بحديثه ما فاتكم فاقضوا. والشافعية والحنابلة عندهم عنه لا هي يقوم ويصلي ركعتين بالفاتحة سرا ولا فيها السورة، بهم اللي ذاك اللي يدرك هو أول صلاته، وذا اللي لا يصلي وراء الإمام هو آخر صلاته عندهم، وهم اللي قابضين بالرواية اللي في الصحيحين اللي هي وما فاتكم فأتموا. والمالكية مذهبهم هو اللي قال مالك، قال: إعمال الدليلين أحب إلي من الغائهما والغاية أحدهما. واختر مالك يجمع بين الدليلين، قال: أنه يقضي القول ويبني الفعل، معناه يعود بالأفعال يعدل كيف شيء هو آخر صلاته، وفي الأقوال يعدل كيف شيء هو أول صلاته. ولذلك مذهب مالك أنه يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة جهرا في الركعات الثنتين ويسلم. ويظهر أثر هذا الاختلاف كثيرا في صلاة المغرب، إلى أدرك حد الركعة التالية وسلم الإمام وقام هو له يقضي الركعات الثنتين الفائتات، إلى أن لا يقضيهم على مذهب الحنفية، لا يجيب ركعتين بالفاتحة والسورة ما بيناتهم جلسة وجهرا ويسلم. وعلى مذهب الشافعية والحنابلة لا يجيب ركعة بالفاتحة والسورة جهرا ويجلس الجلسة الوسطى، ويجيب ركعة بالفاتحة فقط سرا ويسلم. ومذهب المالكية أنه لا يجيب ركعة بالفاتحة والسورة جهرا ويجلس الجلسة الوسطى، ويجيب ركعة أخرى من اللي بالفاتحة والسورة جهرا ويجلس ويسلم تشهد ويسلم. وهذا هو الجمع بين هذا وباطل، هو اللي يظهر فيه هنا عنهم مثلة مذاهب الحقيقة بين الشافعية والحنابلة، فهذا مذهب واحد، والحنفية مستقلين والمالكية مستقلين، وهذا هو سبب خلافهم لا وجود هذه الأحاديث الاثنين. ومن أين يعود الصح ذاه مصلين ولا يشوش عليهم إلى أقرأ فوق يقرأ تحت على كل حال، ولا يلزم بذاك سجود الأشبه اللي هو عدل عنده ياك ما يشوش على الآخرين. وإلى عاد هو الصلاة هي ما أدرك ركعة تامة، كيف حد أدرك الإمام في التشهد وتوب وسلم عنه الإمام وقام هو لا يقضي الصلاة كاملة؟ ذاك عنده ثلاث مسائل، ما أربع مسائل كلهم فيها خلاف وكلهم فيها قول مشهور. واحد عنه يقوم بالتكبير على المشهور اللي تكبيرة الإحرام اللي عدل ألا يجلس معاها وتوه ما قام بها شهر أول الصلاة، قال قول عنه يقتصر عليك التكبير اللي فات عدل ويقوم وتوه ما مكبر ويقرأ وتوه، ولكن يقوم بالتكبير على المشهور، هذا هو القول المشهور. القول الثاني أنه لا يحصل له إلا فضل ما أدرك على المشهور، وقيل يحصل له فضل الصلاة كاملة. القول الثالث، المسألة بعض الثالثة، أنه يكون إماما على المشهور، أنه قد يقتدى بها رواجيج، ولا اقتدى بها رواجيج لا بد من يجهر به اللي لا يسمعهم هما ويسوى قاع أحدا واحدين أخرين يصلوا تشويش عليهم ما معتبر به اللي هو إمام عاد. والمسألة الرابعة أنه إذا سجد مع الإمام سجود السهو يسوى قبله يسوى بعده، يعني بطلت صلاته هو به اللي هو ما أدرك ما صاحب تريه المأمومين. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.